وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو لعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المصور. وأمر علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. فإزالة الصور هذه واجب. وحديث القرام يدل على تحريم عموم الصور لأن أناسا ممن لبس عليهم يقولون هذه الصورة لن تكون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. ثم بعدها أيضا القرام، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شأن القرام أبى أن يدخل حجرة عائشة حتى يزال القرام، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. فالقرام يا إخوان ليس بمجسم مثل الأصنام وهكذا أيضا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل الكعبة فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يقتسمان الأذلان أو يستقسمان بالأذلان، فماذا فضع بخرطة ومسحها، دليل على أنها ليست بمجسمة. فالأصل في الصور أنها محرمة كما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال إن الجمهور على عموم تحريم صور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أم شمسية، وقال وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. وهكذا أيضا قال هذا الشوكاني نقله عن النووي في نيل الأوبار وأضره والحمد لله.